وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في صحافتنا لهذا اليوم. والأبرز ما جاء في صحافتنا هو العناوين التي تناولناها في صحيفة الصباح، ونقرأ في عنوان: العراق محور ونقطة التقاء الشرق بالغرب، ومليون مستفيد من الضمان الصحي مطلع آيار المقبل، و400 ألف أوروبي زار البلاد منذ بداية العام الحالي، وكذلك تلقيح 8 ملايين تلميذ ابتدائي ضد مرض الحصبة، والمالية النيابية تأخير الموازنة انعكس سلبا على أداء الوزارات. مشاهدينا، ومن عنوانات إلى تفصيلات الأخبار، حيث جاء في صحيفة الصباح في الصفحة الإلكترونية في عنوان: العراق محور ونقطة التقاء الشرق بالغرب، حيث دعا خبراء ومختصون في الشأنين المالي والاقتصادي إلى الشروع بتنفيذ استراتيجية جديدة تقوم على فلسفة اقتصادية حديثة مغايرة تنتهجها الدول المتقدمة في عملية تنويع وتعظيم إيرادات الدولة وجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية عبر إعادة الدور الريادي التاريخي للعراق، بوصفه محورا ونقطة ارتكاز والتقاء الشرق بالغرب، وأيضا ممرا حيويا للتجارة العالمية. كما دعا الخبراء إلى زيادة التجارة البينية مع دول الجوار كونها أحدى ركائز استراتيجية الاقتصادية العراقية الناجحة. وكذلك نقرأ في عنوان: المالية النيابية تأخير الموازنة انعكس سلبا على أداء الوزارات، حيث طالبت اللجنة المالية النيابية الحكومة بالإسراع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، لا سيما أن جداولها لم يطرأ عليها أي تغيير أو أبوابها ثابتة، مبينة أن التأخير يحسب على الحكومة وبالتالي ينعكس سلبا على أداء الوزارات. وقال عضو اللجنة فيصل النائلي في حديث للصباح أن جداول الموازنة لعام 2024 تأخرت كثيرا، وكان الأجدى أن تصل إلى مجلس النواب بداية العام الحالي، لا سيما أن البنود ثابتة وباقية ولم تطرأ عليها أي مناقشة أو تغيير. هذا وقال رئيس الوزراء: حيث رئيس الوزراء العراق مقبل على احتضان مؤتمرات مهمة، حيث بحث رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني مع رئيس وأعضاء كتلة بدر النيابية إجراءات الحكومة للنهوض بالقطاعات الخدمية والاقتصادية، في حين أكد أن العراق مقبل على احتضان فعاليات ومؤتمرات مهمة. هذا وذكر بيان لمكتبه أن رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء كتلة بدر النيابية، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد وسبل دعم جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار وإجراءاتها الرامية إلى النهوض بمختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والعمرانية. والآن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى صفحة آراء، واخترنا لكم مقالا بعنوان: مؤلف غائب وقارئ زاهد للكاتب حسب الله يحيى، بصوت الزميلة بشرى حسين، فلنتابع. الكتاب مؤلف غائب وقارئ زاهد، مقال بقلم حسب الله يحيى. عدد كبير من المؤلفين لم تعد بهم حاجة إلى إشغال أذهانهم وانتقاء كلماتهم أو الحذر من الأخطاء اللغوية والإملائية أو التعبيرية والإشكالات السياسية، فهناك ما يتولى نيابة عنهم القيام بمهمة التأليف، وما عليك إلا أن تدفع ما لا يتم الاتفاق عليه وطبيعة ما تريد تأليفه، سواء كان رواية أو ديوان شعر أو مقالات في الحقل السياسي أو العلمي أو المعرفي أو النقدي الذي تختاره. لقد أصبحنا في غابة ضاع فيها كل شيء، وتسوى فيها العالم والجاهل، صانع المسك وحامله، وبتنا مضطرون للصمت لا عجزا ولا كسلا، وإنما اتقاء شر معلوم أو مال مدفوع، حتى أصبح الواقع المدفون يقول: هناك مؤلف غيبه الزمن
وقارئ قهره الحال حتى يختار الزهد والابتعاد عن كل ما ينغص الحياة الأمنة. فعلى ما نعلم وعلى ما نعلم ما دامت الأمور تتسوى فيها الحنطة والزئوان. مشاهدينا، لم يتبقى لدينا سوى هذا الكاريكاتير من الصباح الرسمية، بل نتابع سوى ونرجع إلى الزملاء أبا ذر ورسل، فلنتابع. مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وهذه عودة إلى الزملاء رسل وأبا ذر لختام البرنامج، فشكرا لكم، وأيضا شكرا لكم زملائي.